مساء الخير. المحاضرة السابقة شرحنا عن الأسيد بيس تايتريشن، هنا بتعطيكم مراجعة سريعة عن الأسيد بيس تايتريشن، وحن مثال إضافي لثلاث أمثلة اللي حللناهم في المحاضرة السابقة. كنا في الأسيد بيس تايتريشن نكتب معادلة موزونة لتفاعل الحمض مع القاعدة، أسيد زائد البيس بعطيني طبعا سولت زائد ووتر. بعد ما نوزن المعادلة نفرض انه في عندنا عدد مولات A من الأسيد وB مولز من البيس. عند نقطة التكافؤ اللي هي انتهاء التفاعل at equivalent بوينت، اللي هي نفسها تقريبا الـ end بوينت، بيكون المولاريتي للأسيد الفوليوم للأسيد بدها تساوي المولاريتي للبيس الفوليوم للبيس. لكن البيس بنضرب عدد مولات الأسيد اللي هي A، والأسيد بنضربه في عدد مولات البيس اللي هي B. إذا كانت 1:1 بتكون A بتساوي B وتساوي 1، فيش داعي لهذه إن نضرب في المعاملات لأنه قيمة 1. كيف نعمل تايتريشن؟ بنجيب بيوريت بالعربي السحاحة، بنحط فيها مثلا بيس، بتكون المولاريتي بتاعته معلومة، ولأنه البيوريت عادة مدرجة فمن التجربة بنقدر نطلع قديش حجم استهلكنا طبعا بالنظر، لأنه هي مدرجة من تبدأ من 50 هنا إلى 0 في الأسفلها، بنشوف قديش استهلكنا من البيس. بنجيب كنا كل فلاسك بنحط فيه الأسيد، اللي مولاريتي بتاعته مش معلومة لكن الحجم معلوم، وبنضيف انديكيتر وبكاشف بغير لونه عند نقطة النهاية. خلينا ناخذ مسألة إضافية للمسائل اللي حليناهم في المرة اللي فاتت، لأن احنا تقريبا 3 مسائل المرة اللي فاتت. السؤال بيقول if 2423 point 48 milliliter of NaOH needed or needed to neutralize four point 5468 gram of KHP. معطينا معلومة إنه الكي اتش بي هو مونو بروتيك أسيد، يعني مثله مثل الاتش سي ال. الاتش بي ار يحتوي على هيدروجين وحدة قابلة إنها تطلع على شكل بروتون. السؤال المطلوب هنا نوجد what is the concentration، هنا المقصود في الكونسنتريشن هي المولر كونسنتريشن اوف ال ان اي او اتش. هلا من ضمن معطيات السؤال معطيني انه المولر ماس للكي اتش بي از
204.2 جرام بير مول. طبعا احنا اللي بهمنا انه ال كي اتش بي هو مونوبروتيك اسيد. هلا بس اعطيكم معلومه اضافيه انه كي اتش بي هي اختصار من رموز اسم، اسمه هو هذا الحمض بوتاسيوم، اختصار بوتاسيوم كي، خدنا الرمز. بوتاسيوم هيدروجين افثاليت. الآن اختصارا بنقول له كي اتش بي، صيغته الكيميائية كي اتش سي 8 اتش 4 او 4. أول حاجة بنقدر نعملها إحنا إن نحسب عدد مولات الـ KHP. بعدد مولات الـ KHP اللي هو الأسيد بده تساوي الماس على المولر ماس. بالتالي عندنا إحنا الوزنة الـ KHP معطاه عندنا 0.5468 تقسيم 204.2. الجواب بكون عندنا عدد مولات الأسيد اللي هي بتطلع 2.7 في 10 قوة ناقص 3 مول. الآن حكينا إنه الـ KHP بتفاعل مع حمض زي NOH بنسبة 1:1، فممكن نكتب معادلة أو ممكن، يعني مش ضروري إن نكتبها، بس أكتب لكم إياها للتوضيح. C8H4 O4 زائد NaOH بتعطيني المية H2O زائد الملح، في هذه الحالة هو Na. طبعا الهيدروجين هذا اللي هي أسيديك تطلع، بضل KC8 H4O4. الآن تفاعل عندنا هنا 1:1، زي ما كنا، حتى ما فيش داعي نكتب المعادلة لأنه معطيني إنه الأسيد مونوبروتيك أسيد. إذا المولاريتي للأسيد في الفوليوم للأسيد شو تعطيني؟ المولاريتي للبيس في الفوليوم للبيس. المولاريتي للأسيد في الفوليوم للأسيد هي عدد مولات الأسيد. ضل عندي ايش؟ المولاريتي للبيس في الفوليوم للبيس معطيني اياه انه 23.48. طبعا ملي لتر بحوله لتر، بضرب ب 10 قوة ناقص 3 مشان احوله لتر. اذا عندي المولاريتي للبيس راح تساوي عدد المولات الاسيد اللي حسبناها قبل شوي هي 2.7 في 10 قوة ناقص 3 على 23.48 في 10 قوة ناقص 3 اللي هي بتساوي 0.115 مولر. هذه كانت مراجعة سريعة على تايتريشن، حلينا مثال إضافي للأمثلة اللي حليناها في المحاضرة السابقة.
نعم لنأخذ الأكسيديشن ريدكشن رياكشن، لكن قبلها بنتعرف على حاجة اسمها الأكسيديشن نمبر. الأكسيديشن نمبر هي الشحنة اللي بدها تكون تابعة لذرة عنصر معين. لو اعتبرنا أن الرابطة أيونية 100% وكل الإلكترونات اللي حول تلك الذرة تابعين لها، بمعنى أنه حدث لهم الترانسفير. إذا it is the charge that atom would have طبعا in ionic compound if ال electrons were completely transferred. فمفهوم الأكسيديشن نمبر يطبق فقط للمركبات الأيونية. إحنا يعني تجاوزا بنطبقه برضو على المركبات الأخرى زي البولار كومباوند، وفي هذه الحالة بنعاملها كأنها أيونية. في عندنا رولز، بعض القوانين مشان نحدد الأكسيديشن نمبر لعنصر في مركب أو إذا كان حر. Rules for assigning the oxidation number، بتختصرها هيك نمبر بهذا الرمز، oxidation OX DI نقطة، oxidation number. أول حاجة إنه الأكسيديشن نمبر للفري إليمنت تساوي صفر. أكسيديشن نمبر of a free element is zero. وبنعرف الفري إليمنت إنه هو عبارة عن العنصر الحر، بمعنى مش متحد إلا مع نفسه. فعلى سبيل المثال الأكسيديشن نمبر للصوديوم صفر، للحديد هنا صفر لأنه عنصر حر مش متحد إلا مع نفسه. الهيدروجين برضه لكن بيتحد مع نفسه كون مولكيول. النيتروجين مثلا مولكيول ثلاثي، عفوا N2. الـ O2، الفوسفور مثلا بيعمل B4 إلى غيره. الأكسيديشن نمبر للإليمنت في هذه الحالات بيساوي صفر. إذا أي عنصر مش مرتبط مع إلا مع نفسه بدنا نعتبر رقم التأكسد تاعه صفر. النقطة الثانية إنه الأكسيديشن نمبر للمونو اتوميك ايون تساوي التشارج الايون. مثلا من الامثله على المونو اتوميك ايون، هنا قيمة الأكسيديشن نمبر لو أخذنا الصوديوم مثلا الكاتيون راح تكون موجب واحد، لو أخذنا الكلور السالب واحد راح تكون سالب واحد، لو أخذنا مثلا الأكسجين السالب اثنين راح تكون سالب اثنين، لو أخذنا الألمنيوم موجب ثلاثة راح تكون موجب ثلاثة وهكذا.
إذا حسب مقدار الشحنة. النقطة الثالثة بالنسبة للأكسجين، إنه الأكسيديشن نمبر فور أكسجين is usually plus عفوا minus 2 اللي هو as oxides مثلا اللي هي O سالب 2، لكن في حالات بسيطة جدا بكون الـ oxidation number for oxygen مثلا N البيروكسيد، والبروكسيد هي الـ O2 سالب 2، إذا بده يكون الأكسديشن نمبر is minus 1. وهنا برضو الأكسديشن نمبر for أكسجين and السوبر أكسايد لـ O2 سالب 1 is سالب نص. طبعا احنا اخذناها هذول بالتسميات، كنا انه بدنا يعني مؤقتا نحكي لهم شحنه مع انهم هن رقم تاكسد، الان صرنا نعرف انهم رقم تاكسد، اذا بدنا نستخدم التسميه المناسبه. النقطه الرابعه انه الاكسديشن نمبر اوف الهيدروجين is usually عادة موجب واحد except in metal hydride يكون عادة سالب واحد، مثلا عندي ليثيوم هيدرايد الهيدروجين هنا بكون سالب واحد على سبيل المثال. بمعنى آخر لما الهيدروجين مع فلز بيكون سالب واحد، الهيدروجين مع لا فلز بيكون موجب واحد. مثلا ليثيوم هيدرايد، صوديوم هيدرايد إلى غيره. النقطة الخامسة الأكسيديشن نمبر of one A group one A for element in one A group is plus one، والأكسيديشن نمبر of element in 2A group is plus 2. الآن الأكسيديشن نمبر of الفلور اللي هو 7A is minus 1. بقية العناصر مثلا اللي هي الكلور البروم اليود must be calculated، لازم نحسبه حساب. الآن هذول القوانين الحاكمة لتعيين أكسيديشن نمبر للعناصر.
الآن بضل النقطة الأخيرة اللي هي بتساعدنا في الحل دائما، إنه نقطة ستة، مجموع أرقام التأكسد، مجموع الأكسديشن نمبر لنيوترال كومباوند راح تساوي صفر، زيرو، بينما مجموع الأكسديشن نمبر أوف الأيون، والمقصود هنا البولي أتوميك أيون، بتساوي التشارج اللي عليه. إذا باستخدام هذه القاعدة الأخيرة والثلاث نقاط اللي سبقنها، نقدر نحسب رقم التأكسد لباقي العناصر. اللي بدي هنا أكد عليه إنه بفهم إياهم بالعربي، ملاحظات بالنسبة لرقم التأكسد، إنه رقم التأكسد دائما رقم صحيح، رقم التأكسد دائما عدد صحيح، ممكن يكون موجب أو سالب، أو سالب عادة الموجب بيكون للفلزات، والسالب في العادي بيكون لا فلزات، لكن ممكن برضو يكون اللي هن موجب. الحاجة الثانية إنه رقم التأكسد لا يمكن يكون أكبر من كقيمة، لا يمكن إنه يكون أكبر، لا يمكن أن يكون أكبر من رقم المجموعة، رقم التأكسد لعنصر ما لعنصر لا يمكن إنه يكون أكبر من رقم مجموعة العنصر. الآن بدنا ناخذ بعض الأمثلة على كيف نعمل assignment للأكسديشن نمبر، كيف نعين أكسديشن نمبر. فالمثال بقول هنا assign the oxidation number for each element in the following. صحيح، رقم التأكسد دائما بيكون انتجر، والصفر نعتبره انتجر، رقم يعني رقم صحيح مش فراكشن. طيب بدي ليثيوم اوكسايد. الآن بنلاحظ هنا انه خلينا اكتب بكتب التمرين ال HNO2 مثلا، ال CR 2O7 ناقص 2. بدل ما نضلنا نكتب اكسديشن نمبر اكسديشن نمبر، بدي اعمل هيك سهم ونكتب رأسا تحت العنصر رقم التأكسد. اول شيء هنا الليثيوم مجموعة واحد، اذا بلس واحد، وهنا هذه اكسايد عادية، اذا ناقص 2. نيجي لهون، هذه موجب واحد لأنه الهيدروجين متحد مع أيون متعدد الذرات، أكسجين هنا أكسايد عادي، إذا سالب واحد. الوحيد اللي ممرش معنا في النقاط إنه قديش قيمته للمغنيسي،
للنيتروجين. هنا احنا بنعمل كالتالي، بنطبق القاعدة اللي أمامكم الآن. مجموع رقم التأكسد للأيون تساوي الشحنة. قديش عندي الشحنة؟ طبعا ما هوش أيون اللي عندي، أنا عندي نيوترال كومباوند. إذا المجموع أرقام التأكسد لازم له تساوي كم؟ صفر. الآن نيجي كيف نطلع المجموع؟ عندي ذرتين هيدروجين، كل ذرة عليها سالب اثنين. بعدين زائد اللي بدنا نحسبه اللي هو النيتروجين، بنفترضه اكس، زائد الهيدروجين اللي عندي قديش انا ذره واحده عليها موجب واحد. بحل هذه المساله اللي هي عباره صفر بتساوي ناقص أربعة زائد اكس زائد واحد، اذا واضح انه اكس بتساوي ثلاثة. نيجي للدايكروميت مثلا. هنا اللي احنا بنعرفه انه الاكسجين واضح انه عندنا اكسايد عادي، اذا سالب اثنين. لكن الكروم هنا احنا ما بنعرف قديش رقم التاكسد، يعني من القوانين اللي مرت معنا بقدرش اعرف مباشره، اذا بدي احسبه بالحساب. الان هذا ايون، اذا الشحنه ناقص اثنين تساوي مجموع أرقام الأكسدة على الأيون، اللي هي عبارة عن سبعة في ناقص اثنين زائد الآن عندي من الكروم اثنين، إذا اثنين رقم التأكسد للكروم افترضه إكس. بحل هذه المسألة اللي هي ناقص اثنين تساوي ناقص 14 زائد اثنين إكس، إذا إكس بدها تساوي موجب ستة. دكتور، انت صار في مجال السؤال؟ تفضل، يعني تفضل. الاو كيف عرفت انها اوكسايد مش مثلا سوبر اوكسايد مثلا؟ من صيغتها واضح انه يعني احنا البيروكسيد حكينا اشياء محدوده زي ال H2O2، وما هيش برضه سوبر اوكسايد من يعني صيغه زي ال... كأنها إشي عام يعني. نعم من صيغتها بنعرف انه هي مجرد انها اوكسايد عاديه. نعم. مثلا هي زهدي، خليك معي، هي السي او مثلا، بدي اطلع قديش رقم التاكسد لكل واحده فيهم وقارنها مع السي او 2. الكربون هنا بقدرش اعرف، لكن الاكسجين واضح انه عباره عن اكسايد عادي. اوكي، اذا عندي صفر بتساوي الكربون قيمتها اكس زائد واحد في ناقص اثنين، اذا قيمته للكربون هو موجب اثنين. بنفس النمط هذه الكربون هنا احنا ما بنعرف، يعني بنقدرش نعرف قيمتها، لكن هذه هي سالب اثنين. الان عندي انا صفر ايش بدها تساوي؟ اثنين في سالب اثنين زائد الاكس اللي هي قيمتها للكربون، اكس هنا بدها تساوي موجب اربعة. مثلا مثال اخر وأخير I F 7. هلا كل اللي أنا بعرفه هنا إنه بالنسبة للفلور سالب واحد، لكن الأيودايد بدنا نحسبها حساب. إذا عندي أنا صفر بدها تساوي سبعة في سالب واحد زائد قيمتها لليود، إذا قيمتها لليود راح تساوي موجب سبعة. بتأسف هنا بالنسبة لل HNO2 طبعا. أوكي هنا ثلاثة، هنا بالنسبة ل نحل هذه المسألة ما طلعتش أنا الجواب بشكل نهائي، نحل معكم.
هسا ال 14 كلها هنا بتصير 12، إذا 2 إكس، إذا إكس شو بدها تساوي؟ موجب 6. نعم. الآن بنيجي لتفاعلات الأكسدة والاختزال. أوكسيديشن. ريدكشن رياكشن. تسمى بالاختصار ريدوكس رياكشن، أو في ناس بيحبوا يسموها إلكترون ترانسفير، ترانسفير رياكشن. ليه؟ لأنه بالأكسدة بنخسر إلكترونات، وبالاختزال اللي هي ريدكشن بنكسب إلكترونات. نيجي أول شيء نعرف الأوكسيديشن. هو loss of electron، loss of electrons، أو زيادة في رقم التأكسد، increase in the oxidation number. بتطلع على المعادلة، الذرة اللي خسرت إلكترونات أو بمعنى آخر زاد رقم التأكسد بتاعيها بدها تكون حدث إلها oxidation. Oxidation بالعربي أكسدة. الريدكشن هو gain of electrons، الذرة أو القطعة تكسب إلكترونات، بمعنى decrease in oxidation number. الآن في عندنا برضو مصطلحين بدنا نعرفكم عليهم. شو معنى oxidizing agent؟ شو معنى reducing agent؟ reducing agent و oxidizing agent. العامل المؤكسد، العامل المختزل. الآن القطعة اللي بيصير لها oxidation هي ال reducing agent، لأن هي صار لها oxidation، إذا تسببت بال reduction لقطعة تانية، لأنه إحنا تفاعلات الأكسدة والاختزال هو تفاعل واحد بحدث الأكسدة والاختزال في نفس الوقت، ذرة بتخسر وذرة ثانية بتكسب إلكترونات طبعا. فإذا reducing agent هي ال species undergo reduction undergo oxidation. Species ما حكيتش ذرة، لأن ممكن تكون عندي مثلا أيون. Species undergo oxidation. إذا اللي بصير له oxidation هو reducing agent، وال oxidizing agent هو ال species undergo reduction. إذا سمحت زوم يوزر غير اسمك. الآن برضو من الشغلات اللي بدنا نعرفها إنه في عندنا oxidation half reaction، وفي عندنا reduction half reaction. لأي تفاعل بنقدر نكتب نصف تفاعل أكسدي نصف تفاعل اختزال، وهذول التفاعلين هن مجموعهم يعبر عن التفاعل الكلي. مثلا من التفاعلات اللي أنتوا أخذتوها كتجربة في المختبر، انه جبتوا المغنيسيوم الصلب،
حركتوه مع الأكسجين الغاز حصلتوا على المغنيسيوم أوكسايد، طبعا اثنين منه وهنا اثنين عشان تكون معادلة موزونة. هذا التفاعل على الرغم أنه احتراق نقدر نعتبره أكسدة من النوع الاحتراق. الآن هنا المغنيسيوم كان صفر، هون أصبح رقم التأكسد بتاعيها موجب اثنين. من صفر لرقم تأكسد موجب اثنين في عندنا زيادة في رقم التأكسد، يعني خسر المغنيسيوم إلكترونين، إذا في عندنا أوكسيديشن حدث عندنا loss of two electrons. طيب نيجي ل الريدكشن، مستحيل يكون في اوكسيديشن ما يكونش في مصاحبه ريدكشن. هنا الاكسجين كان رقم التأكسد صفر، نقارنه مع هنا اللي هي ناقص اثنين، اذا من صفر لناقص اثنين في عندنا زياده في رقم التأكسد، اذا صار ريدكشن. كسب مقدار الشحن بتاعيته، كان صفر صار ناقص اثنين، اذا كسب 2 إلكترون. الآن لو بدي أنا أجي أقول لك اكتب لي تفاعلات الأكسيديشن ريدكشن النصفية، فبدي الأكسيديشن هالف رياكشن، باجي بشوف مين صار الأكسيديشن، الأم جي اللي ببدأ فيها راحت للنواتج، شو صارت؟ ام جي بلس 2، اذا شو عملت؟ خسرت كمان ايش 2 الكترون بكتبهم مع النواتج. هذا صار اوكسيديشن هالف رياكشن. وفي عندي ريدكشن هالف رياكشن، مين اللي صار له ريدكشن؟ طبعا هنا عندي انا اذا كان عندي ذرتين مغنيسيوم اذا تنتين وهنا بضرب اثنين، فإذا هذا بصير 4 إلكترونات. عندي الأكسجين O2 تحولت لإيش؟ أعطاني 2 من الأكسايد العادي، 2 في -2 4، إذا هنا كسبت 4 إلكترونات. إذا بتلاحظ إذا أنت بتجمع هذول المعادلتين الأكسديشن مع الريدكشن، الإلكترونات بتروح مع الإلكترونات وبتنتج عندنا المعادلة اللي فوق. فإذا في العدد دائما عدد الإلكترونات اللي بنخسرهم في الأكسدة هن نفسهم عدد الإلكترونات اللي بنكسبهم في الريدكشن. مثال آخر مشهور على تفاعلات الأكسدة والاختزال، إنه إحنا بنجيب عادة قطعة من الخارصين على شكل معدن أو سيليك أو صفيحة، بنحطها في محلول من كبريتات النحاس الثنائية CuSO4 Aqueous Solution. اللي بصير إنه الفلزات مش كلها متساوية بمقدرتها على الأكسدة، في منها أقوى من الثاني، فالZn مثلا عنده مقدرة انه يكون ريديوسينج ايجنت، يعني يصير له اكسدة بيرغب اكثر من الكبر. عشان هيك شو اللي بيصير في عندنا في التفاعل هذا؟ انه الزد ان بطرد النحاس من المحلول وبشبك بداله مع الكبر مع الصلفيت عفوا. الان وبرسب النحاس، طبعا بيفقد 2 إلكترون، فبيجي النحاس اللي في السليوشن باخذ الـ2 إلكترون هذول وبترسب. النتيجة انه هذا بنبدأ في البداية ازرق، مع الزمن دليل التفاعل يختفي اللون الازرق، لانه لون الكبر 2 صلفيت ازرق. الشيء الثاني انه هذه مع الزمن بنلاحظ انه في بلش التك او تنخر، بمعنى انه وزنها بلش يقل. طيب
كيف بتعرف انو تاكسد انو اختزل؟ من ارقام التاكسد. هنا عندي صفر، هنا اصبح موجب اثنين. كيف عرفت انه موجب اثنين؟ هي الصلفيت عليها سالب اثنين، اذا الزد ان لازم يكون صلفيت عليها سالب اثنين، اذا الزد ان لازم يكون موجب اثنين. من صفر الى اثنين زياده في رقم التاكسد، يعني عندي اوكسيديشن حدث، اوكي، اللي هي عباره عن خساره لإلكترونين للاحظ. بينما نيجي للنحاس، النحاس بنلاحظ انه هنا هو اللي كان ماسك مع الصلفيت، اذا عليه موجب اثنين، وهنا اصبح حر، فاذا حسب القوانين هنا اصبح رقم التاكسد تاعه صفر. من موجب اثنين لصفر المساله صار عندنا ريدكشن، يعني كسب الكترونات، جين اوف 2 الكترونز. اذا بدنا نمثلهم مثلا، هاي حبيبات النحاس، طبعا في العديد منها، بلس 2 بلس 2، وفي عندنا برضه سلفيت اس او 4 ناقص 2 اس او 4 ناقص 2. اللي بصير هنا انه الزد ان هاد بينزل للمحلول على شكل زد ان بلس 2، وهو بيشبك مع السلفيت. شو بترك وراه هنا؟ بترك وراه 2 الكترون على السطح هنا. مين اللي بيجي؟ بيجي النحاس، باخذهم وبترسب النحاس هون على شكل سي يو صلب اللي بنشوفه احنا كنقاط سود. وين صار عندي نزول لزد ان الصلب؟ ببين كأنه بلش هذا الوزن يقل، طبعا في الميزان الوزن بلش يقل، وبالعين المجرده بلش ايش يتك، يعني بمعنى انه بلش تظهر خروم عليه او بعض الثقوب الصغيره. طيب لو حكيت لك مثلا في هذا التفاعل، اكتب لي half oxidation reaction، عفوا oxidation half reaction مثلا. Oxidation or reaction. عندنا الزد ان هو اللي تأكسد، ليش تحول لزد ان بلس 2 وفقد 2 الكترون بكل بساطه. وريدكشن هالف رياكشن انه عندي انا الكبر اكويس، كان موجب 2، اخذ 2 الكترون هدول وتحول الى كبر صلب. واحد لاحظ انه السلفيد بتكون بتضلها في المحلول على كل الحال، فهي سبكتاتور أينز في هذه الحالة. إذا جمعتهم بعطيك المحصلة. الآن شو أقول للزد أن؟ هنا الزد أن صار له أوكسيديشن، الزد أن إز أوكسيدايت، وهنا سي يو بلس 2 إز reduced. فإذا مين الـ reducing agent؟ Zn is a reducing agent. وبقول للـ Cu plus 2 إنها هي الـ oxidizing agent. مثال آخر مشهور برضو إنه النحاس الآن أقوى من الفضة، فلو حطينا إحنا قطعة من النحاس في محلول نيترات الفضة راح نرسب الفضة على شكل معدن. Write the reaction between
write equation for reaction between copper wire and silver nitrate. AgNO3 solution, aqueous solution to give silver metal. طبعا يعني في معظم الحالات بكون معطيك المعادلة، لكن هنا متعود برضه نكتب معادلات. شو احنا عندنا؟ كبر صل ضفناه على نترات الفضة اللي هي AgNO3 أكويس. النحاس أقوى من الفضة فبده يطردها من مكانها، فإذا النحاس بده يشبك مع النيتريت لأنه عليه موجب اثنين، والنيتريت سالب واحد بأخذ تنتين من النيتريت، طبعا AQ زائد الفضة تخرج كراسب معدن. وهذه إحدى طرق استخراج أو ترسيب الفضة على شكل معدن من محاليل الفضة. مشان تكون معادلة موزونة هنا بدنا نضرب باثنين، هي وزننا النيتريت، برجع هون بضرب إيش باثنين. لاحظ معي مثلا بدي أطلع الأكسيديشن، عندي النحاس هنا صفر وأنا أصبح موجب اثنين، كيف عرفت إنه موجب اثنين؟ أخذ حبتين من النيتريت اللي على كل حبة سالب واحد. إذا هون عندي خسارة إلكترونات، إذا أكسيديشن رقم أكسد التعيزات. طبعا هنا في لص لاثنين إلكترون بمقدار تغير في الشحن من صفر إلى موجب اثنين. في نفس الوقت عندي الفضة هنا كانت موجب واحد أصبحت حرة، إذا صفر، إذا في عندنا هنا ريدكشن. تمام، لكن طب وين راح الإلكترون الثاني؟ راح الإلكترون الثاني، أنا عندي هنا حبتين من الاي جي بلس أعطتني تنتين من الاي جي الميتال، إذا معناته كل حبة بدها إلكترون، إذا عمليا أخذنا إيش؟ إلكترونين. فإذا الريدكشن، مشان هيك أنا راح أكتب هنا إنه حدث جين لتو إلكترونز. ليش اثنين إلكترون؟ لأن كل واحد عليها كسبة إلكترون، فإذا الثنتين هذولا كسبوا إلكترونين. طيب مثلا لنفرض حكى لي هذا فرع A، فرع B في نفس المسألة، what is the reducing agent in the above reaction؟ ببساطة reducing agent اللي صار له oxidation اللي هو راح يكون CU الصلب. المثال من أمثلة الكتاب، in the reaction هنا مريحني معطيني المعادلة Fe O صلب plus CO. هو ان اف اي صلب، طبعا هنا جاز زائد سي او 2. يس، المطلوب في هذا السؤال which species is oxidized، فرع ايه من عدة مطالب، which species is oxidized، مين صار له أكسدة، which species is reduced، which is the reducing agent، which is
ذا اوكسيدايزينج ايجنت. بعدين نكتب الفرع الأخير، إذا بدنا نكتب half oxidation half reduction reaction B write the half reactions. والمقصود هنا هي الأكسديشن هالف رياكشن وريدكشن هالف رياكشن. أكسديشن هالف رياكشن and الريدكشن هالف رياكشن. في البداية بدنا نشوف مثلا الحديد هنا أصبح كم، وهو حر صفر. طيب قديش كان هنا؟ موجب اثنين. كيف عرفت؟ لأنه كان شابك مع الأكسجين العادي الأكسايد، يعني على شكل أكسايد. إذا هنا في عندي ريدكشن، ريدكشن جين لتو إلكترونز. طيب طلع معي الآن على الأكسجين، هنا أكسايد ناقص 2، وهنا أكسايد عادي ناقص 2، وهنا برضو أكسايد عادي ناقص 2. إذا الأكسجين لا تأكسد ولا اختزل. لكن نطلع مثلا مع بعض على الكربون for example. كربون هنا موجب 2، وهنا موجب 4. من موجب 2 زاد رقم التأكسد صار موجب 4، إذا صار عندي أوكسيديشن، بمعنى خسارة بمقدار 4. قديش من 2 ل 4؟ إذا لا 2 إلكترون فقط، ل 2 لص ل 2 إلكترون. طيب إذا which species is oxidized؟ راح أقول له C 2 plus N CO gas. Which species is reduced؟ إيش راح نقول له؟ راح نحكي له إنه الحديد اللي كان على شكل موجب 2 N الأيرون 2 أوكسيد. مين الريديوسينج ايجنت اللي صار له اوكسيديشن؟ مين اللي صار له اوكسيديشن؟ which is reducing agent اللي صار له اوكسيديشن، اللي اذا النحاء الكبريت بلس 2 ان سي يو سي او 2 جاز سي او جاز عفوا. نرجع دول اللي محو. تمام. الآن مين الأكسيدايزنج ايجنت اللي صار له ريدكشن؟ اللي هو الحديد، إذا هي الـ Fe بلس 2 N الـ Fe O. طبعا يفضل إنك تكتب هيك، بإمكانك تكتب مثلا الـ Fe O، يفضل بس تكتب الـ Fe بلس 2 اللي موجود في الـ Fe O. ودائما لما يسألني عن الأكسديشن والريدكشن بتطلع على جهة المتفاعلات فقط مش على النواتج. هلا الـ Half Oxidation Reaction أو الـ Oxidation Half Reaction، Oxidation Half Reaction بتطلع مين صار له أكسدة، اللي هو الكربون. كربون شو كان؟ بلس 2، تحول لكربون بلس 4، وفقد 2
2 الكترون. مين اللي صار له ريدكشن؟ نطلع هنا الحديد كان بلس 2، أخذ 2 إلكترون وأصبح Fe الصلب. يعطيكم العافية، هيك إحنا بنكون أنهينا شابتر 5، لأنه أنواع تفاعلات الأكسدة والاختزال نقسمها لطرد هالوجينات أو طرد هيدروجينات أو ديسبروبورشنيشن مش مطلوبة، فمشان هيك أنا بودي لكم سلايدات جديدة محدثة على شابتر 4 حسب المادة المطلوبة اللي شرحناها الآن. يعطيكم العافية.